السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم كيف ما شفتوا من العنوان، فيديو ديال عراضه. صراحه عراضه اليوم جايين عندي ناس عزاز وعزاز بزاف، ماشي برانيين بحال راسي، غير انا بغيت نكبر بيهم. ما كنتش عواله، ما موجده والو. هنايا الفيديو غنصوره لكم على يومين، عاد مشيت تقديت، ما عندي الربيع لا والو، جيت كنصايبو هنايا كنقي ربيع وغادي نغسلو نخليه يتسقطر. انا الربيع كنفضل انني نغسلو ونخليه ليله كامله، عاد ديك الساعه نقي. ولكن جات الامور مدروكه، بديت بالحاجه السهله. اول حاجه رطيتها البربه تسلق، حيت غندير صلاه التهيه. هنايا كنبارطاجي معكم الكروفيت اللي كنستعمل انا في البسطيله، وكيجي زوين. هو هذا كيجي اللون ديالو بحال لاكري، وكيكونوا الحبات كبار. هاد الباكيه هادي كتهز 2 كيلو، كتجي مكونجلي فيها الكروفيت. الا ما خفت نكذب، الكيلو داير شي 90 درهم، حيت الحوت راجلي كيتقدى ما عرفاش الاثمنه بالضبط. درت الماء يغلي، بست عليه شويه د الزيت البلديه وشويه د المليحه، وهنسلق فيه الابليه. الابليه البنات بالنسبه اللي ما تيعرفوش، هو هاد الحبات هادو ديال القمح كيجيو في الباكيه، هما مفورين قبل، ما كياخدش ليا وقت بزاف، تقريبا 10 دقائق وكيوجد. صافي كنحيدو ونخليه يتسقطر. الحوت مغسول وخليته كيتسقطر. اول حاجه غنبدا بها السهله هي هاد الحوت الابيض، وما كنطيبوش انا نهائيا في البوطه، كنشدو كنستفو في اللاطه اللي غتدخل الفران، وكندير ليه شويه ديال الكمون وشويه ديال الحامض، وكندخلو للفران اللي ديجا شعلت عليه. راه دابا الفران سخون، ما كندير ليه لا مليحه لا والو، كنخليه حتى هو ما كياخدش ليا وقيته بزاف، دغيا وكيوجد. وكنخليه جانبا حتى يبرد، عاد كنقيه وكنقطعو هكا لا يكون فيه شي شوكولا. ديجا كناخد انا كنفضل الميرلو، كتجي في المذاق زوينه، كنفضلها انا في البسطيله. ندوز دابا ان شاء الله نقد الربيع. هنستعن بهاد النشافه هادي، خديتها عند الناس اللي كيبيعوا المواد ديال تركيا. لا كاليتي ديالها زوينه، احسن من دوك الاولين اللي كانوا في السوق. نحاول نشوفو مزيان. هانتوما البنات راه صراحه كتقضي الغرض، كي كنقولوا شو شتو الماء ينزل، مع العلم انني راه خليته تسقطر ودرتو فوق الفوطه باش يعاونني دغيا يشرب الماء، لكن مع ذلك بقى فيها الماء. بالنسبه للطحان انا غادي نستعمل هادي اللي عندي ديال البوش، ولكن بالنسبه للربيع ننصحكم بديك لاله مولاتي الحاد قالي في السوق احسن، حيت انا شتها عند ماما مجرباها في الربيع دغيا مقارنه بهادي، وكتقطعو حسن من هادي. هادي حيت فيها كيكون فيها غير 2 ريوس، ما كيكون الاخرى لاله مولاتي الحاد كا كيكونوا فيها 4 ريوس. غندوزو دابا للشرموله ديال البسطيله. كندير الربيع، الثومه نص كاري ديال الكنور، ضفت كذلك التحميره، نضيف الحامض، غادي نضيف كذلك هنايا معلقه ديال مطيشه ديال الحك مخففه بشويه الماء، معلقه ديال العطريه ديال الحوت، غتلقاوها عند الناس اللي كيبيعوا العطريه ولا اللي كيبيعوا مواد الحلويات. الهريسه على حسب الذوق ديالكم نتوما، كله كي كاين اللي كيبغيها حاره، كاين اللي كي لا. نضيف صوص الصوجة، ونضيف كذلك صوص نيوكمام، تقريبا معلقة كبيرة من الصوجة استسمح ومعلقة 2 معالق ديال صوص نيوكمام. هنا حولت نصور لكم المكونات ولكن ما باينينش. هي هاد صوص نيوكمام خليط ديال الحوت لانشوبة من الطحون، هو مناش كيديروها، ما كنديرش الملح نهائيا، حيت ديجا صوص الصوجة ونيوكمام والحامض مالحين. ضفت كذلك زيت الزيتون، غادي نخلط مزيان. هادي هي الشرموله باش غادي نطيب البسطيله ديالي. كنديرها انا هكا كثيره، وكنبدا نهز منها بلا ما فيما غنطيب شي حاجه. اويلي انا فمي اليوم ما عرفت مالي كترجل ليا الهضره فمي. المهم ما علينا، قلت لكم هنايا غادي ناخد البوارو. بالنسبه اللي ما توفرش يقدر يدير بصيله، ولكن بالبوارو كتجي احسن. درت ليه الزيت البلديه ورديته فوق البوطه، خليته تطاح شويه، عاد غنجي نضيف ليه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الشرموله، وغادي نخلط مزيان. المهم نتوما شوفوا الشرموله، راه عينكم ميزانكم، كتزيدوا شويه بانت لكم خاصه زيدوها. غادي نستمر بنفس الطريقه، انا كنعتمد على مقله وحده في الطياب باش البنه كتبقى في بلاصه وحده، شي كيشرب البنه ديال شي وهي غاديه هكا. نفس الطريقه درت، اعتمدتها في الكالامار وفي الكروفيت، غير الكروفيت جهدوا عليه العافيه مع كيكون كونجلي. لي طيبتها في الكروفيت والكالامار غنديرها في شبيكه ونخليها كتسقطر باش ما يطلقوش ليا الماء ديالهم في الورقه في البسطيله وتجيني الورقه فازقه.
صافي غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الحوت اللي عندي، وغادي نخليه جانبا. ندوز دابا رديت الماء تيغلي، درت فيه الماء والملحة ورقة سيدنا موسى باش نرد البروكولي. نفس الطريقة درتها لهادو لي شود بروكسل، ديك الورقة ديال سيدنا موسى كتحيد ديك المرورة اللي كتكون فيهم وكيجيو بنان. نفس المقلة عاود خديت درت لي شامبينيون البيضين، لي شامبينيون الكحلين من بعد ما رطبتهم في الماء سخون وغسلتهم مزيان، حيت هما كيجيو يابسين وكيكونوا عامرين بالرملة، يعني ضروري تغسلو مزيان. درتهم في مقيلة، زدت لهم زيت البلدية ومعلقة كبيرة ديال الشرمولة وخلطت الخليط مزيان حتى انسجموا مع بعضياتهم. من بعد ضفت لهم البوارو اللي ديجا طيبنا قبل، غادي نبدا نضيف هنا الشعريه الصينيه تدريجيا وانا سنخلط باش ما تجينيش عاود البسطيله ديالي كلها عامره غير بالشعريه. المهم نتوما عينكم ميزانكم، خلطوا وشوفوا الحشوه كيفاش جاتكم. جاتكم الشعريه مازال قليله زيدوا شويه. من بعد زدت لها الخليط اللي عندي الشرموله استسمح البنات سمحوا لي، قلت لكم وكنخلط مزيان. عاد غادي نجي ناخذ هذاك الماء اللي عندي اللي ديجا قطر ليا، ديك المريقه اللي قطرات ليا من الكلامر ومن الكروفيت ما كنضيعوهاش، غنجي نضيفها هنايا على خليط ديال الشعريه وغادي نبدا نخلط. غير هي واحد القضيه البنات، فاش ديروا الشعريه ترطب ما تخلوهاش تتشرب الماء بزاف وتجي منفوخه بالماء. راه فاش كتضيفوا ليها الشرموله اولا تضيفوا ليها الماء بحال هكا راه ما تعطيكمش حتى بنه، ما غاديش تشرب العطريه. حيت علاش؟ حيت هي وارمه بالماء. صافي خلطت مزيان حتى نشفت عندي هاد المقله من ديك لاصوص اللي كاينه، وعاد حطيت الامور كلها جانبا. وغادي ندوز دابا للمونتاج ديال البسطيله. اول حاجه ما كنستعملش نهائيا الزبده، حيت الزبده ملي كتدخل اي حاجه كتدخل الفران هكا بغيتها تجيني مقرمشه ما كنديرش فيها الزبده. مع الزبده كتلق داك الماء ديالها وكتفزق ليا الورقه وما غاديش تجي مقرمشه. كناخد الزيت كنسمها، كندير فيها شويه الشرموله د الحوت، شويه كنور د الحوت، وشويه د المليحه كنخلط، وشويه د التحميره كنخلط الخليط. منها كتعطيني بنه في الورقه، ما كتجيش هكاك ناشفه زعما، ما كتجيش كتجي مبننه كنبننوها. منها كتعطيني حتى داك اللوين. الطريقه عاود اللي كنستعمل، كنجي نختار العدد ديال الوراق اللي غادي ندير المونتاج. بحال انا هنا عندي المول كبير غنستعمل 5 د الوراق لتحت، عاد السادسه هي اللي كندير الوسط، ونفس الشيء الفوق. كنعزل دوك الوريقات كندهنهم كلهم بمره باش نحيد عليا هاد لي طاب ديال الدهين. عاد كنشد دوك الوريقات كنديرهم في واحد البلاستيكه باش ما تقرشفش ليا الورقه، ما تنشفش باش تبقى ليا الورقه طريه. والورقه ننصحكم دائما تستعملوا ديال البخار، كتجي احسن من ديال المقله بكثير. واحد الغلط عاودت درتو بالنسبه للحوت البيض، ملي كنحيدو من الفران نورمالمون راه كنزيد ليه معلقه ديال الشرموله هنايا مع الزربه، وراكم عارفين يدي بوحدي. صافي ما بقاتش لي الشرموله، معليش ماشي مشكله، راه شي غيطلق في شي طول. البسطه هو الاول بداك البابي، علاش؟ حيت انا في الطياب ضروري ما نقلب البسطيله طيب على الجهه الاخرى. هانتوما تفرشت الوراق ما كاينلاش نوريكم، كلشي كيعرف. غير واحد الملاحظه بالنسبه للجهه الحرشه، هي اللي كتولي ليا الحشوه، يعني الجهه الملسه في الورقه دائما كتولى على برا. نحط الحشوه ديال الشعريه وخليط ديال لي شامبينيون، نحاول دائما نعمر الجناب عاد الوسط. وعاد ديك الساعه غادي نجي غادي ندير هنايا الخليط ديال واحد الميلونج ديال الفرماج. انا هنايا درت الايدام والموتزاريلا، هاد الجوج صراحه تعجبوني في البسطيله، وهذه هي البنات ضروريه تبعوا هاد الطريقه اللي كندير في البسطيله وردوا عليا الخبر. الغلط اللي كيديروا الاكثريه هاد التفريشه هادي ديال الفرماج كيخلوها هي الاخرى، كتلصق الفرماج كيلصق كله في الورقه ما كتجيش البسطيله معلكه. ممكن ملي كديروها هكا الوسط كتجي احسن. من بعد غادي ندوز عاد غندير الحوت البيض، عاد تابعوا الكالامار، عاد الكروفيت. حتى البسطيله ديالكم ملي ما كتخلطوش الحوت مع الخليط ديال الشعريه كتجي كيجي الحوت باين، وكتجي تبارك الله البسطيله كتبان عامره وكلها حوت. اما كيجيني انا البسطيله اللي مخلط الحوت مع الشعريه كتبان كلها شعريه. هانتوما شتو كي كيبانوا الطرف ديال الحوت، غير الحوت البيض حتى هو فاش تقطعوه البنات ما تفرتوه، شتو راه وريتكم الطرف قداش.
وانتم شوفوا اللوي اللي كيكون عندنا في البسطيله كيجي غزال، هادي باقي ما طابت. لصقت الورقه الاخرى ضروري كنلصقها بالبيض، غندير السلوفان وغادي ندخلها للثلاجه حتى لغد ليه. الخضره حتى هي سلقتها وجدت كل شيء في الليل، من البطاطا البنات كانوا وجدها في الليل وما كتجينيش عاصيه، ما كتجيش قاصحه. علاش ما كنسلقهاش؟ كنفورها. ديروا البنات هذه الطريقه وردوا عليا الخبر. كل شيء غنخشيه في الثلاجه ولغد ليه غادي نكملوا عاوتاني الفيديو. هذا اليوم الثاني، اول حاجه رديت البسطيله على الفران، شعلت عليها 150 درجه وغطيت ليها الوجه ديالها ودرتها لتحت وخليتها تطيب على خطر خطرها. دست هنايا قطعت كي شفتو الملفوف الاحمر قطعته طويل حطيته جانبا. هندوز نبدا نصوطي في الخضره. بالنسبه للخضره هنايا كنزيد زويته بلديه مليحه، بزار، كمون، ثومه بودر، وغادي نخلط الكل مزيان. من بعد غادي نجي نضيف عليهم الربيع. هذه الطريقه باش كنصوطي، الا خيزو كنزيد ليه عصره الحامض. والبربه بطبيعه الحال ما كنصوطيهاش، كندير ليها مليحه بزار. كندير ما كنضيفش ليها الثومه، كندير فيها الحامض وزبيده بلديه والربيع. هاد الحوايج اللي كندير ليها كتجي بنينه. نهار تجربوا هاد الطريقه البنات غتستغناو نهائيا على الخضره مع المايونيز. رديت هنايا الدجاج البلدي اللي كنت جبت قبل في الليل باش يطلق، رديته يطيب في الطويجين. وغادي ندوز هنايا المونتاج ديال لاسالاد. لاسالاد اللي غندير الاولى هي هادي لافوكا. درت الجبن، الفرماج الاحمر، السوريمي، المايس، الطون، ولافوكا مقطعه طريفات. وغادي نخلط المسائل كامله. بالنسبه للصوص اللي غادي نستعمل هنايا، درت الميلونج ديال بيرلي خضر مع المايونيز، خلطتهم مزيان وضفت عليهم عصيره ديال الحامض. غادي نضيف لاصوص الخليط اللي عندي، غادي نعمرهم في دوك الانصاف ديال لافوكا اللي ديجا خويت. هي نورمالمون هاد الوصفه انا اكثريه كنديرها مع الكروبيت، كتجي احسن، ولكن بما انني انا الكروفيت ديجا كاين في البسطيله ديال الحوت، داكشي علاش درت الطون. بالنسبه للبلا اللي استعملت هنايا، هادوك ديال ايكيا، داك الذهبي الطويل، من بعد غنبارطاجيه معاكم. راكم عارفيني ديب بوحدي، يعني ما بقاش ليا الوقت باش نوريكم داكشي بلي ديطاي. فرشتو بالخس، هنايا درت الخس الخضر لتحت والاحمر، ودرت هذاك البلانيت ديكيا اللي عنده رجلي داك الذهبي. هو فاش غادي ندير الخليط الابلي هنايا، هذا نعمر بهم الاناناس. درت تفاح، اناناس، درت زبيب، درت القرقاع، درت المشمش يابس قطعتهم. وغادي نجي ضفت لهم هنايا الصوص ديال الكوكتيل. اشنو درت فيها؟ صوص كوكتيل هي خليط ما بين المايونيز والكيتشوب، وضفت لي انا واحد الاضافه هي عصير الحامض، كيعطيها واحد البنه احسن وكيهرس لينا داك الجد ديال المايونيز. جيت عمرت بها انصاف ديال الاناناس وحطيتهم، ومن الفوق درت حبيبات ديال القرقاع وديال الزبيب ناشفين. ما كان ما فيهمش الخليط ديال لاصوص باش هكا كيبانوا، لان لاصوص خطاتهم. كتجي هاد السلطه غزاله، كتجي منعشه. ولا سلطه كلشي عندنا مالح، كلشي صوتينا، هذه كتجي حلوه، كتجي بنينه بزاف. الا جربتوها ما باقيش غتستغناو عليها نهائيا. بالنسبه للكرومب او الملفوف، نهار تجربوه مع هذيك لاصوص ديال المايونيز والبيرلي خضر، او لا ماشي بالضروره بيرلي خضر، المهم جبن. انا كيعجبني بيرلي، كيجي فيها صراحه زوين. جربتها بجبلي، جربتها بشحال من حاجه، بيرلي عطا واحد البنه زوينه. نهار تجربوها تولي معتمده عندكم، لان داك الملفوف هو صحي، ولكن اللي كيقلعوا لينا هي ديك المروره ديالو. هذيك لاصوص كتعطي واحد البنه زوينه. ابلي نزلت ليه زويته بلديه مليحه بزار، والاضافات اللي غنضيف المايونيز والكيتشوب فقط، ما غنضيفش عليه حاجه اخرى، لان الدجاج غنحطو مع الخضره دونك ما كاينلاش. تقدروا تضيفوا ليه السوريمي، الفرماج مسوى محكوك او لا مربعات، تقدروا تضيفوا ليه خيزو محكوك، الخيار، مطيشه، اللي عجبكم. انا هادشي اللي غنضيف ليه فقط. ولاصوص غادي نضيف ليه اكيد لاصوص، هو نورمالمون كيجي مع المايونيز، ولكن الا درتو هاد لاصوص اللي ديجا قلت لكم ديال خليط المايونيز وبيرلي وعصير الحامض، كتجي احسن، كتهرسو داك الجهد ديال المايونيز وكتجي حتى بنينه. غادي نخلط داك الطون والمايس والابلي هو الاول ناشفين، عاد غنضيف ليهم ديك لاصوص وغادي نخلط مزيان. مني ما كتخلطوش الطون والمايس مع الابلي ناشف، مني كتجيو تضيفوا لاصوص كتجمع لكم هذيك الحشوه ولا داكشي اللي الخليط اللي زدنا في واحد البلاصه، يعني ما كيتوزعش فيها كامل.
من بعد غادي راه شفتو قبل البلا اللي كنت حاطه فاش غنديرها، غنجي نديرها في داك البلا الفوقاني باش تشد ليا الشكل ديال الاطار. ها هو نتوما شفتوا البنات، راه كنت مفرشه هنايا الخس الاحمر وزينتها بأعواد سيريمي وداك البيض ديال السمان لتحت. ها هي لا سالاد كيفاش حطيتها، كتجي غزاله هاد لا سالاد شهوه منها. ديجا فيها خليط تقريبا ديال الخضر اللي كاينه كامله، الباربا، خيزو، بطاطا، درت لي شو دو بروكسل، درت هنايا ما قلت لكمش بالنسبه لي شو دو بروكسل راه نفس حتى هي سوطيتهم هما، والبروكولي مليحه وبزار والثومه والربيع نفس الطريقه. هنايا البسطيله زينتها بالفرماج الاحمر، درت انصاف ديال الحامض، الخس الاحمر، وحطيت داك الحرف داك البلا الوسطاني، وهذا طواجين ديال الدجاج البلدي. هذاك الحريق البنات ما باش يحيد ليا، استسمح على بشاعه المنظر، ولكن جابني. راكم عارفين الدجاج البلدي مع الحامض والزيتون، يا سلام. واخرها ضروري في كل عرضه مغربيه طبق ديال الديسير هكا مشكل. وكان هذا هو نهارنا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الوصفات.